تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الوزراء يطلع على أوضاع النازحين ويوجه بتقديم الإغاثة والخدمات الأساسية اللازمة للمخيمات. وكيل والحضرموت يترأس اجتماعا موسعا مع قيادات الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية لبحث الأوضاع الأمنية بساحل حضرموت. وكيل والحضرموت يناقش مع مفوضية اللاجئين تدخلاتها الإنسانية وفتح مكتب لها بالمكلا. تدشين توزيع ألف كرسي وطاولات مدرسية لمدارس وادي حضرموت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة. بدء دورة تدريبية في إدارة مشاريع مياه الريف في وادي حضرموت. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن أوضاع نازحين مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي. وخلال اللقاء اطلع رئيس الوزراء على الإجراءات التي نفذتها الوحدة للتعامل مع الأضرار التي تسببت بها الأمطار على مخيمات وتجمعات النازحين، مشيدا بسرعة استجابة الوحدة بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية في احتواء الأضرار وتغطية الحاجات الطارئة في محافظات عدن ولحج ومأرب وحضرموت. رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن الحكومة تولي قضايا النازحين اهتماما كبيرا، مشددا على أهمية تنسيق أداء الأجهزة الحكومية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بما يضمن تسريع الاستجابة الطارئة وتقديم المساعدات للنازحين وتفعيل الرقابة على أداء هذه الجهات. من جانبه استعرض رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خطط الوحدة لإقامة مخيمات مجهزة في كل من حضرموت ومأرب. ترأس وكيل أول محافظة حضرموت عمر بن حبريش العلي اجتماعا موسعا ضم قيادات الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية بساحل حضرموت لبحث الأوضاع الأمنية في المحافظة والجوانب الخدمية والصعوبات الماثلة والمتابعات الحثيثة للسلطة المحلية للارتقاء بهذه الخدمات والإيفاء بمتطلباتها. وفي اللقاء أكد وكيل أول حضرموت على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والعمل على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم التهاون في ردع أي شخص يحاول المساس بالأمن والاستقرار أو يقلق السكينة العامة. كما استمع بن حبريش إلى مقترحات وأراء قادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية حول القضايا العسكرية والأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى اختطاف الرائد عبيد بازهير من قبل مجموعة مسلحة في محافظة مأرب وما ينبغي اتخاذه بهذا الشأن. ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمر بن حبريش العلي مع مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن جاكلين بار ليفلت جهود المفوضية في دعم وتقديم الخدمات للاجئين بحضرموت، بالإضافة إلى الترتيبات الجارية لافتتاح مكتب للمفوضية بمدينة المكلا. وفي اللقاء أبدى وكيل أول حضرموت استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات الممكنة للمفوضية بما يمكنها من إنجاز مهامها وتدخلاتها والعمل على توفير احتياجات اللاجئين والنازحين، مؤكدا أن افتتاح مكتب للمفوضية في حضرموت سيسهم في تعزيز دورها والخدمات التي تقدمها للنازحين. فيما أكدت مديرة مكتب المفوضية من جهتها على أهمية العمل المشترك مع السلطة المحلية والمنظمات الفاعلة لتنفيذ مشاريع المفوضية وتدخلاتها الإنسانية، معربة عن شكرها لقيادة السلطة المحلية بحضرموت وما تقدمه من رعاية واهتمام وتسهيلات للاجئين.
مسؤول الإعادة الطوعية للاجئين أوضح في اللقاء أن التنسيق سيتم بشأن عودة اللاجئين الصوماليين من المكلا إلى بلادهم مباشرة بشكل طوعي، حثا في الوقت ذاته الجهات المختصة على التعاون بما يسهل معاملاتهم والتسريع في الإجراءات المتبعة للتسجيل والتوثيق وحصر اللاجئين. وفي ذات السياق، ناقش مدير عام مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت سالم بالفقيه مع مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جاكلين بارليفليت خطط المفوضية لتنفيذ برنامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين والأثيوبيين المتواجدين بحضرموت إلى بلدانهم. وأكد بالفقيه على تشجيع حق العودة الطوعية والآمنة للاجئين المتواجدين في اليمن إلى بلدانهم، والتي تنسجم مع توجهات الحكومة اليمنية في هذا الشأن عبر برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبدياً استعداد المكتب للتعاون في إنجاح برنامج العودة الطوعية الآمنة للاجئين المتواجدين في حضرموت. وفي وادي حضرموت، دشن وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير عملية تسليم عدد من مدارس مديريات وادي حضرموت الدفعة الأولى من الكراسي والطاولات المدرسية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور مندوب قيادات التحالف بوادي حضرموت. وخلال التدشين، تعرف وكيل وادي حضرموت من مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم إلى أن هذه الدفعة يبلغ عددها 1000 كرسي وطاولة تم تسليمها لعدد من مدارس مديريات الوادي والصحراء، على أن يتم لاحقا تسليم بقية المدارس الأخرى التي لم تتسلم من هذه الدفعة الحالية. نلتقي في هذا اليوم المبارك بمنحة جديدة من الأخوة في مركز الملك سلمان بتقديم الدعم اللوجستي لمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء من خلال الدفعة الأولى من المعونات التي تقدم في مجال التربية، وهي للمرة الأولى في تدخلوا في مجال التربية بتقديم 1000 كرسي كدفعة أولى لمدارس وادي حضرموت. ليس هذا بجديد على الأخوة في مركز الملك سلمان، ولكن هذه امتداد ليد الخير من ملك الإنسانية، ملك العزم وملك الحسم في نفس الوقت. فهذه الدفعات لتوالى لوادي حضرموت يفتح مجال في مجال التربية لتهيئ البيئة في المدارس، البيئة التربوية للمدارس لأبنائنا ليستقبلوا عامهم الجديد في بيئة إن شاء الله جديدة. طبعا احنا سعداء اليوم بتدشين الدفعة الأولى من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة. طبعا كما قال الأخ الوكيل، ليس غريبا على هذا المركز أن يقدم هذه المساعدات، فهي دفعة أولى مساعدات، وإن شاء الله تتوالى المساعدات، ولهم منا جزيل الشكر والتقدير. السلام عليكم. وفي سيئون أيضا، بدأت أولى الدورات التدريبية في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع مياه الريف في وادي حضرموت والصحراء، نظمها فرع الهيئة العامة لمشاريع الريف بوادي حضرموت بدعم من منظمة اليونيسف وتمويل المساعدات البريطانية، وتستهدف 30 متدربا من اللجان المشغلة لمشاريع مياه الريف بوادي حضرموت. وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير على الأهمية التي يكتسبها البرنامج التدريبي لتقييم أوضاع مشاريع مياه الريف في وادي حضرموت البالغ عددها 400 مشروع أهلي تقدم خدماتها لسكان المناطق المستفيدة منها. وشدد الكثير على ضرورة تعزيز الجوانب المالية في مشاريع مياه الريف من أجل استمرارية خدماتها للمستهلكين، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة المائية وترشيد استهلاكها. فيما أثنى مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بوادي حضرموت المهندس حسام غيثان على الدعم والمساعدة التي تقدمها منظمة اليونيسف لقطاع المياه والإصحاح البيئي، معربا عن أمله في تقديم مزيد من الدعم للمشاريع الأهلية مستقبلا. ودعا غيثان المشاركين إلى اكتساب مزيد من المعارف والمعلومات التي تسهم في إبقاء المشاريع الأهلية
قائمة تؤدي الدور المطلوب منها. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يطلع على أوضاع النازحين ويوجه بتقديم الإغاثة والخدمات الأساسية اللازمة للمخيمات. وكيل والحضرموت يترأس اجتماعا موسعا مع قيادات الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية لبحث الأوضاع الأمنية بساحل حضرموت. وكيل أول حضرموت يناقش مع مفوضية اللاجئين تدخلاتها الإنسانية وفتح مكتب لها بالمكلا. تدشين توزيع ألف كرسي وطاولات مدرسية لمدارس وادي حضرموت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة. بدء دورة تدريبية في إدارة مشاريع مياه الريف في وادي حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.